متعسبة توصلني على بيت الماما؟ طبعا. بليز اعطيني تليفوني. مش ده البيت اللي كنت بتكرهيه؟ دلوقتي بقى حلو. مش ده الشارع اللي كنت بتقولي تعالى خدني منه، انا بكرهه بكره كل اللي فيه. بس بوقتها ما كنت عارفه انه برات هالشارع في عذاب اكبر بكتير، حتى بقلب فيلا القصور. يلا عمو فتحي. مرحبا استاذ فتحي. اهلا وسهلا. شيرين، 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 شو؟ صار على بكره. بعد عم تجعك؟ شوي. طيب يلا، أنا برأيي تخلي سوية تساعدك بالحمام وباللبس، أوكي؟ خلينا نروح على المستشفى فورا. إن شاء الله تكون فائت بس سمية. هلا بشوفها وبرجع لعندك. معقول هيك؟ مين كان يقول هالشاب المهذب الناعم يطلع منه هيك؟ قال ابن عائلة ويا لطيف. بيظهر انه هالايام ما بينخاف الا من اولاد العائلة. لو بتشوفي المعترة ما نامت كل الليل. انا محتارة يا ام عبدو، عن جد انا محتارة. محتارة بحالك او بروبي؟ بكل شيء. محتارة بحالي ومحتارة بروبي ومحتارة إذا لازم أتعاطف معها أو لا. صراحة هي عم تخبرني ما كنت عارفة شو لازم أعمل أو شو لازم حس. ساعة بحس إني متعاطفة معها وساعة بحس إنه مش عم بتقبل الشيء اللي عم تخبرني إياه. ساعة بشوفها صادقة، ساعة بشوفها كذابة. ماني عارفة شو لازم أعمل. بس عم بتقولي جوزها ضربها وهالشي واضح على جسمها. بس كمان ما لازم تعرفي شو الأسباب؟ انه اي رجال بده يقبل اللي عم تعمله روبي. روبي راحت لحقت عمر على بيته ليله عرسه وصارت تهدده. روبي بعد عم بتلحق عمر على مكتبه على بيته، حتى عم تعطيه موعد بالاوتيل. يا رب تنجينا. اسكتي رشا، ما تحكي عن اختك هيك لو كان مزبوط. مش عارفه شو لازم اعمل. انت بتعرفي منيح الوضع اللي انا فيه ومش ناقصني مشاكل. ايه بس هيدا بيت روبي مثل ما هو بيتي وما عندها محل تروح غير هون. طبعا عندي وعندي 100 مطرح. اثنيناتكم بتعرفوا انه ماني مستقتلة ابدا نقعد بهالبيت. انا جيت لهون امبارح لانه كان بالليل. بعد شوي بروح بستأجر لي شي سويت بشي اوتيل. لكن اتنقلت على بيتي الجديد. بيتك الجديد؟
الله يرحمك يا ست عليا، شو مشتاقة اشرب نسكافيه من ايديك. لك تكرم عينك تقبريني انت، انا رح اعمل لك نسكافيه. ما بتتغيري روبي. ليش لا اتغير يعني؟ لانه اللي جربتيه فشل، والتجربه اللي بنفشل فيها بنغيرها. ما تكوني انت اللي نجحتي وماني منتبهه. صباحو. اهلا سامر. انا رايح على طرابلس، جيب لك معي حلاوه الجبن. جيب لي شوي بس ما تكتر، وانتبه على الطريق. بالاذن. حلاوه الجبن. شو صار انت ومازن؟ خلاص رح ترجعي تطلعي مع سامر؟ اكيد لا، انا بعدني مره مجوزه. لكن شو عم بصير خبريني. وهيدا النسكافيه. صباح الخير بابا. صباح النور. شو الهيئه دايب ستيابك؟ ايه بدي اروح شوف رشا، لازم نتفق، ما بقى عندي وقت كتير. انا بروح معك بس بلا امك. امك بتصب الزيت على النار. اذا سالتنا وين رايحين بنقلها عند عمك فريد. اوكي. وهيك بشوف البنت قلبي دايب عليا. ايوه منى، انت فين؟ طب انا تعبان قوي، تعالي لي انا في البيت، في بيتي انا، هديكي العنوان. وليه علي شو مهدره؟ انا كنت حاسه، كنت قاعده هونيك وحاسه قلبي ولعان عليا. بس الحمد لله ما صار لشيء، وصل الدكتور بالوقت المناسب وسهروا للصبح هون وهلا راحوا من شوي. ليه ما عم ترد علي على التليفون؟ روقي وردة، بتكون بسكانر او عم يعملوا لها اشعه. هي الو. ايه بابا، انت عند عمر بالمستشفى؟ انا جاي لعندك. ما في داعي بابا، انا جاي. ايه هلا على البيت. عملت صوره بابا؟ شو طلعت النتيجه؟ ما في شيء ابدا، حتى الرده صغيره، ما في شيء، عم بمشي طبيعي. مين رح يجيبك على البيت؟ تلفنت لعفيف ناطرني تحت. طيب حبيبتي، نحن ناطرينك، ما تتاخري. باي. وصل على البيت بتكون سمية خبرته الخبرية بشكل بخوف. ده شو هي الخبرية ما بتخوف؟ يمكن ما كان لازم نخلي رياني يفل معك. بلا، ما رح يعمل شيء. أو لك؟ مش بس ما رح يعمل شيء، رح يرجع لعندي لهون لحتى ساعده. بكل الأحوال لازم نغم تعرف إنه ريان هو ابنه للدكتور حداد، أحسن ما يأذيها إلها كمان. معك حق، هلا بتلفنا. رغم كل شيء صار، كانت ليلي بتجنن. ما كان بدي أخفى، حق عليك عطيتني مسكن قوي. بس أنا كنت مبسوط كتير، كنت عم أتفرج عليكي وعم أفكر فيكي. شو طلع معك؟ طلع معي انك بنت بتاخدي العقل، حنونه وعاطفيه، ليدي، ليدي بكل معنى الكلمه. انا خايفه على حالي منك عمر. ما تخافي مني عمر. انت شيرين جاي هلا على البيت، ما تحطي براسك كل هالافكار السوداء. اوكي؟ اتصلت بيه رد عليه صوت تعبان وكانه ما نامش طول الليل. خطر، ده خطر عليه. انا كنت معاه في فرنسا، الدكتور قال ممنوع الغضب، ممنوع العصبيه، لازم يرتاح. تامر لازم يطلق البنت دي. ازاي؟ المؤخر بتاعها 5 مليون دولار. انا ممكن اتكلم معاها واعرض عليها مبلغ اقل من كده، المهم انها تتطلق وترجع لحبيبها القديم. هترضى تتنازل عن جزء من الفلوس؟ ايوه، انا هعرض عليها 1 مليون دولار. تفتكر هتوافق؟ ولا قرش بالناقص، 5 ملايين يعني 5 ملايين. وإذا ما قبل يعطيك إياهن؟ إنه بتضلك معلقة فيك للعمر وهو ما بده يطلقك؟
بده يطلقني غصب عنه، بده يعطيني كل مصرياتي كمان. بدي اعمل مشروع حياتي رشا، مشروع العمر كله، بدي اكبر وبدي اتجوز عمر. ايه بدي يصير مدام عمر خاطر، بنفس الوقت بدي يصير صاحبة اكبر دار ازياء بلبنان. المشروع كله صار جاهز وكله مرسوم على الورق. تخيلي 5 طوابق بنص بيروت، عرض ازياء، تصميم ازياء، حفلات، ايفنتس. بس ليش تامر بده يعطيك المبلغ؟ لانه هيدا حقي، هيدا المؤخر تبعي. يعني لما تجوزنا ما اخذت المقدم واتفقنا اذا حصل الطلاق على هيدا المبلغ وهو قبل. يمكن هو قبل لانه المسكين ما كان متوقع انه ممكن يطلق بيوم من الايام. مسكين؟ عم تقولي عنه مسكين رشا؟ بعد كل يلي عملوا فيي؟ يمكن عملوا فيكي لانه ما كان متوقع انه هو ممكن يطلق. يلي مش متوقع انه يطلق ما بيعمل كل هالعمايل. واذا عم بيحاول انه يعمل علي قصص ويرفض انه يطلقني، رح اتشك عليه ورح ارفع عليه دعوه عنف وسوء معامله، بدي اخرب له بيته. مين كان بيقول انه من بعد ما عملتوا كل شيء لتتجوز وهيك رح يصير فيكم؟ وهيك صار. وعمر؟ شو بيا عمر؟ من بعد كل اللي عملوا فيكي، من بعد ما تشك عليكي وزدتك بالحبس، شو ناوي تعملي معه؟ ناوي اتغنج عليه اكثر حتى ارجع له. بس هو بده يرجع لك؟ هيدا عمر اللي عم تحكي عنه رشا، هيدا حبيب قلبي، اكيد رح يرجع له. وبعدك اكيد من حبه اليك؟ لاخر يوم بحياتي. صباح الخير تيتا. شو تيتا؟ كأنك بدي تقولي شيء؟ ما بدي أقول، بدي أسأل. اسألي؟ حاسة سؤالي تقيل. بعرف شو بدك تسألي. ما صار شيء بيناتنا من اللي فكرك منه. بس صار شيء أهم من هيك. خبرته كل شيء. كل القصة. صرت ابكي وصرخ وتذكر، خبرته كل التفاصيل مثل كأنه عم بحكي مع حالي بالمراية. شو كان ردة فعله؟ كان كتير لذيذ، أديب بجنن تيتا، كتير حساس، كتير بحبه. أنا مبسوطة لك كتير. سامحيني حبيبتي، ما كان لازم ضل برات البيت. اوعى تقول هيك بابا، هالليلة قد ما كانت حلوة إلك كانت أحلى إلي. خبرتني سمية، بحمليك؟ لا لا ما بني شيء. يا تقبريني، كيف حاسة حالك هلا؟ كله الحق عليك وردة، لو كنت هون ما كان صار لي شيء. ريتني موت إن شاء الله، أنا عم بلعب باصرة وإنتي هون بخطر. إن شاء الله تكوني ربحتي. صلاح زعبيرة، ما في حدا بيربح معه. بابا في قعد معك شوي، عايزتك. شو بيك تامر؟ صوتك شغل لي بالي. تعبان شوية، تعالي بس الأول نشرب قهوة، عايزة أفوق وأحكي لك. أوكي، وين المطبخ؟ تفضلي. أنا طلبت منه يبعد
وبس بعد شوي صار يحكيني وما رد عليه، قال حس انه ضاع واكتشف انه بحبني. اجى لهون لحتى يحكيني وبالصدفة كان ريان هون وخلصني منه. بس عرف انك مش راجع على البيت ما قبل يفل وصرنا كل الليل بالجنينة. قال لي لحتى اعطيه فرصة. وروبي؟ قال انه ما بقى تعني له وطلب مني ساعده لحتى ينسيه. لا. لا شيرين لا. شو لا بابا؟ مش انت اللي بدك تكوني موجودة بس لحتى تنسي شاب تاني بنت غيرك. انت حبيبتي تستاهلي احلى قصة حب. بس انا بحبه بابا. بحبه كتير. مستعدة اعمل المستحيل لحتى اكون معه وكفي حياتي معه. وهو بحب وحدة تاني. وهالوحدة سببت لك وجع كبير اول مرة. ومش رح نقبل ترجع تسبب لك وجع اكبر مرة تاني. شو بعمل؟ قلي رح موت راسي رح ينفجر. أنا بحبه وبحس إنه بتحرز إني جرب. إذا بتوعديني إنك ما تنهاري إذا صار أي مشكلة بشجعك تجربي. مش رح أنهار هالمرة، رح كون قوية، رح دافع عن حبي وعن الرجال يلي بدي كفي حياتي معه وأعمل معه عائلة. وأنا رح كون حدك. مرحبا. مرحبا عمو، كيفك؟ الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله. روبي هون. كيفك مازن؟ منيح، كيفك؟ تفضلوا. وين الصغيرة؟ حطيتها بالتخت، بتفوت تشوفها قبل ما تخفى؟ أكيد. يلا. تفضل مازن، تفضل. مبسوط تصلحتي أنت ورشا؟ أنا جيت لهون بالليل لأني هربت من تامر. ليه؟ حبسني وعذبني وضربني مازن، هربت منه وجيت لهون بالليل. أبصدق تامر بيعمل هيك شيء؟ هيك بتصدق؟ معقول؟ مازن ما بدك تشوف بنتك شوي قبل ما تنام؟ بلا أكيد. لشو عم بتخبريه وتفرجي حالك؟ ما بكفيني مصايب انا مع اهله؟ انا ما هيك فكرت، انا فكرت انه هو صاحبه لعمر وبده عمر يعرف من دون ما انا خبره. اكيد ما فكرت هيك، ما انت ما بتفكري الا بحالك. انا يلي ما بتغير ولا انت؟ هيدا بيو لمازن؟ ايه. وطبعا بما انه انت اللي ما بتتغيري وجهك وجه فقر، رح تفضلي ابو سامر الله يرحمه على بيو لمازن هالرجال المهفف يلي هو محشي مصاري، ما هيك؟ ليكي رشا انتبهي منيح، بنتك اصلا غني والمفروض تكبر ببيت عز مش بالكراجات. لك اطلعي بحالك وفيي وتعلمي بقى. لك انت بعد 100 سنه ما بتتغيري. هذا الشاب اللي اسمه ريان اذا اجى لهون اوعد خليه يفوت لعندي، اصلا بتقولي للحارس ما يطلع اصلا على الجمعيه. ليش في شيء؟ في كثير. طلع ابنه للدكتور حداد. عن جد؟ ايه، وجاي ينتقم منها كرمال بيو. شو خصكم انتو؟ بعدين منناقش بالموضوع، هلا اذا اجى ريان لهون اوعد خليه يفوت. شو حاطين؟ ما تخليه يدع زيور. هذا مجرم مثل بيو ما هيك؟ شو بكي؟ هذا أول مرة بشوفك خايفة هالقد. عمال بيك مش بس بتخوف، عمال بيك بتهد جبال. بتعرف شو كنت عم بعمل كل الليل؟ غير انك كنت عن شيرين؟ كنت رح تكسر لها اجرها وتقعدها على الكرسي كل ايام حياتها؟ كل الليل عم بقرا التقارير تبع بي يلي اخذتها من عندك من هون، صورتها ورجعت لك اياها. منال ما تخبري شي لحدا، خليكي بمكتبك وبس. بس بليز ما تخبري شي لحدا. اوكي انا برا عليه اذا بدك شي. شو لقيت بالملفات؟ لفتتني صورة للصبي اللي شايلين له قلبه. انت كاتبة على الصورة بخط ايدك. كيف بقولوا انا ما بحب القلب؟ هيك وهيدا ما عنده قلب. وجهه كله حب.
فعلا هيك حسيت، حتى خبرته لدكتور عمر وهو كمان اتأثر كتير. ليش البابا عمل هيك نغم؟ يا ريت فينا نعرف. ما هو كرمال المصاري، وما كان عايز مصاري. ما في شيء بالدنيا بيستاهل تعمل هيك كرمال تحصل عليه. أنا ضايع، ميت، مستقبلي ضاع. ما تقول هيك ريان، اليوم دكتور عمر كان عم يفتش عليك، بده يساعدك لتكمل علمك وتخصصك، بده يرد جميل لبيك، بيك ساعده كتير بأول الطريق. بده يساعدني من بعد كل شيء عملته فيه؟ أكيد. أي مستشفى بتخدمي وبيي مجرم؟ أنت ما خصك ريان، أهم شيء تكفي علمك وتطلع دكتور. بس بليز ما تترك التصوير لأنك كتير موهوب، بدنا نكفي حملة وهب الأعضاء. أنا؟ أكيد لازم تعمل عكس ما عمل بيك ريان، بركي بتقدر تكفي عن ذنوبه. يمكن خليك حدنا وساعدنا، نحن بحاجة لإلك، وهذا الشيء كمان يمكن يساعدك. بدي كفي جامعتي، بعد عندي سنتين بتخرج. هيك بدك ترجع لدكتور عمر، انا اختصاصيه وهب اعضاء. كيف شيرين؟ انا مش هوافق ابدا انها ترجع تعيش مع عمر مبسوطه ابدا. انت شو فرقاني معك مع مين بتعيش؟ فرق معي كتير يا منى، كتير قوي. انا مش هرتاح غير لما ترجع تعيش زي زمان. الانتقام ما بيفيدك تامر، بعدك بتحبها ما هيك؟ لا ما بحبهاش منى. لكن ليه ما بدك اياها تحب عمر وتتجوزه؟ ليش غيران منه؟ انا مش غيران منه على فكره، انا بس مش عايز ترجع مبسوطه بعد كل اللي عملته فيا ده. شو مقرر تعمل؟ معرفش، بفكر. تامر انا خايفه عليك، انت كتير مغير. يعني خلاص بقيتش تحبيني زي الاول؟ موت فيك. إنه شو يعني مسيو؟ قل لي. ما تقولي لي مسيو، قولي لي بابا. بابا؟ أكيد بابا، حتى لو إنك مش عايشة معنا، حتى لو بدك تطلقي مازن، أنا مثل بيك يا بنتي، أنت أم حفيدتي، أنت حققتي لي حلم حياتي. واضح إنه مازن ما بده ياني، أصلاً ولا نهار كان بده ياني. أنا بعته يقعد مع أختك أصلاً حتى تحكي على راحتك وأنا أحكي على راحتي. يعني أنت بتعرف إنه مازن ما بده ياني؟ مازن عنده طموحات كبيرة، وأمريكا عنده أولوية، فكرة إنه حتى بنته استغنى عن شوفتها. أنا ما بحياتي شفت هيك. بكرة بس يكبر حيشوف إنه الدنيا كلها ما بتسوى ضفر بنته ولا تطليعها من عيون مرته الحلوين. ساعتها بيكون فات الأوان وخلص العمر. هيدا هي الدنيا يا بنتي. أنا ضايعة، شو لازم أعمل؟ راح أقلك شو رأيي أنا. رأيي تروحي أنت وبنتك تعيشوا ببيت بيا معززة مكرمة، حيكون لكم حساب بالبنك، أوضتكم لحالها، أجيب لك سيارة، تهتمي ببنتك مثل ما بدك، بتعيشي معي ومع مرتي بالبيت. مرتي بتحب الوجهة والمظاهر مثل ما شفتي، بس أنا وياك منتفق عليها ومنغلبها. بيبقى عندنا مشكلة واحدة، إنه مازن ما حيكون موجود، حيكون بأمريكا. وما بخفي عنك ممكن يكون هونيك عنده واحدة تانية. بعرف إنه بتشوفي هيدا إنه مش عادل، بس هالشي ما حيدوم لآخر العمر. بكرة بتكبر بنتك نتوفة، وممكن هو يرجع وترجع وتعملوا عيلة حلوة، وممكن تفكري تطلقي وتطلقي، بس بدك تبقي انت وبنتك تحت جناحنا. اسمع مني يا بنتي، ما عنا غير هالصبي وهالحفيد، ما بنرضى ابدا تعيش بالفقر والتعتير وتصير بنت الميكانيسيان اللي ضرب عينه عليكي.
بدك تختاري يا بنتي، يا بنتك يا جايزة جديدة. وبفتكر من حقنا انه نحافظ عليكي وعلى بنتنا. مرحبا، انت وين مختفي وين؟ اوف، كنا انا وبي عند رشا. شو بتقعد تخطبوها مرة تانية؟ بلا سألتك بشرفك. قال لي شو صار؟ بيي ما بيلو الا بالبنت، من وقت اللي شافها داب دوبان. ايه حقه، مش في احلى من عليا؟ وهي مصرة على الطلاق، وهو بده ياخذها هي والبنت لعنا على البيت يعيشها ملكة، وهي مصرة على الطلاق. وانت؟ انا بدي الطلاق، بس كمان بدي البنت تجي تعيش مع اهلي بالبيت. حلو، بتطلقها وبتقشطها البنت، شاطر وصاحب ضمير. انا عم اقول لك شو بتمنى مش شو بدي اعمل. شو صار اخر شيء؟ اخر شيء ما بعرف، بي قال لي انه بلشت تقتنع وبدها وقت لتفكر. انا ما كنت على اخر الحديث، هن فاتوا حكيوا جوا وانا بقيت برا مع روبي. روبي كانت هونيك؟ هربت لعند اختها بالليل، فتحي جابها. هربت؟ من شو؟ تامر حبسها وضربها، كان رح يقتلها لو ما هربت بالليل. تلفنت لكريم وهو وداها عند نبيلة. مش ممكن تامر يعمل هيك، جسمها ملبع تلبيع. بالإذن هيدي أمي. ألو، أهلين ماما، أنا بالكلينيك عند عمر. مانا جوعان، روح ناكل شي لقمة. وليش نفس؟ بليز خلينا نظهر شوي، بتغير جو. قلت لك ماليش نفس يا منى. قصدي إنه بتنسى شوي. أنسى إيه بس؟ أنسى إن مراتي هربت وجريت في الشوارع في نص الليل بهدوم النوم. بعتذر. بس متوتر شوي. بعرف، مش هيك رح اتركك لحالك. كنت فاكرة اني بساعدك، بس الظاهر انه وجودي عم بضايقك اكثر ما عم بيريحك. اكيد لا، اكيد لا يا ما، انت وجودك بيريحني، بس اقدر الظروف اللي انا بمر بيها. تامر انا بحبك، من نحن وبامريكا، من لما كنت انت وروبي كثير منيح، ما كنت استحق لك اني بحبك. يمكن لانه كنت عارفه انه روبي مش لإلك ولا انت لإلها. كنت عارفة إنه رح تختلفوا بيوم من الأيام، بس ما بدي إياك تفكر إنه عم بستغل مشاكلك معها لحتى تتركها وتصير لإلي. صحيح أنا بحبك كتير، بس ماني شريرة. أنا رح أبعد، بعد كم يوم رح سافر، بس تحب تحكي معي أنا موجودة. توصل فيي على رقمي بلبنان أو بأمريكا. كون أكيد وين ما كنت رح كون موجودة دايما لساعدك. لا يا منى، أنا مش عايزك تبعدي عني، عايزك تفضلي جنبي، عايز أحس إن أنت بتحبيني، مستعدة تقفي جنبي من غير ما تطلبي أي حاجة. ليه عم تطلبوا مني كتير أناني؟ عم تطلب مني أعطيك من دون ما تعطيني شي. بس معلش، رح أقبل لأني بحبك عن جد ومن دون مقابل، ورح أقبل كمان لأنك صريح معي، مش عم تضحك علي. مش كأن أنا عايز وقت طويل قوي عشان اخلص من روبي واخلص من تاثيرها عليا، عايز وقت تاني عشان اطلع من اللي انا فيه. بعرف، مشان هيك رح ضلني معك كل الفتره اللي رح كون فيها هون بلبنان، مش رح اتركك ابدا. الو، ايوه يا عمي، هروح اتغدى انا ومنى بره. حاجة يعني عايزني في حاجة ضروري؟ ماشي، طب هجي لك على الشركة، أنت قاعد ها؟ طيب أوكي، مع السلامة. المشكلة كلها من أمي،
بدها تزت رشا برا وتقشرتها البنت، هلا كل همها انه تعيش هي والبنت عنا بالبيت وتربيها على ذوقها. لا يا حبيبي. إذا أنت قبلت انه رشا تنظلم أنا مش رح أقبل. والله ما عاد عارف شو لازم ينعمل يا عمر. أنا مش واردة إني أبقى هون وأترك المعروض علي هونيك. ولا واردة إنه آخذ رشا معي، لأنه المعروض علي هونيك معروض بسبب لازلي، بنت البروفيسور والمدير العام. وحلها إذا فيك تحلها. نيالك يا صديقي. عن جد نيالك، يا ريتني فيني أكون مثلك. يعني شو قصدك مثلي؟ هيك. قدام مصلحتك كل شيء بيختفي. مصلحتي أنا يعني؟ ولك برافو عليك. يمكن أنت الصح وأنا الغلط. ليك؟ طلع فيي. الله دخيل اسمه فاتح الدنيا بوجهي. مدير اسم هون، مركز تأهيل هونيك. وأنا شو؟ ركض ورا المشاكل ركض. مش عم تتهدى. بالفعل مثل ما قالت نغم. في ناس عن جد بيحبوا يعذبوا حالهم. ويمكن أنا منهم. بتجنن اختي بنتك، مش معقول شو مهضوم. جبت لك محشي سلق، قلت اذا بعدك بتحبيهم هيك بطبخ بكره. سامحتيني. مش مهم. بلا مهم. على القليل مهم بالنسبة لإلي انا. انت اختي وانا بحبك كثير. تفوتي حتى هالغراض جوا. تعي خبريني شو صار معك مع ابو مازن. هيدا الموضوع لازم نحكي فيه. هيدا الموضوع مصيري رشا. يلا. بعدك هون؟ ايه ما رحت للشغل اليوم. ليش؟ قابلني شوي، بعد شوي مع الماما. انا هلا خلصت كلينيك. قلت بجي بغير اوعيه وبتحمم. شو بها الماما ولا شيء؟ ايه عملت كريزه كثير قويه اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. ايه الاخبار عمي؟ تمام، المحامي كان هنا وكل حاجه ماشيه زي ما اتفقنا. طب كويس الحمد لله. تامر، انت قدامك دلوقتي قضيه طلاق $5 مليون. وانا حاسس انك انت مش هتعرف تعمل المبلغ ده الروبي وتدفع اللي عايز تدفعه في الشركه. تخافش يا عمي، ما فيش حد عارف ياخد مني ولا مليم. ايوه بس انت عارف روبي والعابها تريها دلوقتي قاعده مع المحامي بتاعها بتصور نفسها وبتحتفظ بالصور ومنتظره انك ترفض الطلاق عشان ترفع عليك قضيه عنف وتكسبها. روبي مش هتعرف تعمل معايا اي حاجه. انا حلفت ومش هيهدى لي بال غير لما ارجع تاني روبي الحاره، بيتها القديم، بيت عليا الفقير الشعبي، حدا بتشرب شاي مع ام عبده، مفيش حد بيبص لها، يا دوبك هتاكل وتشرب بس. تامر احنا مش عايزين اذي حد، العنف بولد عنف. وانا مش هستخدم العنف. انا اوصل اللي انا عايزه من غير عنف، من غير اي مشاكل. هتعمل ايه؟ خلي بالك انت من الشركه وسيب الحكايه دي عليا. يا ابني اسمعني ارجوك يا عمي، سيبني انا بقى اتصرف المره دي. ما تقلقش، احنا هنرجع احسن من الاول وهنعوض كل الفلوس اللي خسرناها. اهم حاجه بس نسدد الدين بتاع اديب باسرع وقت. المهم نبعد عن المشاكل. ما تخافش مفيش مشاكل. سلام. سلام. مش قادرة أتركها ولا ثانية. ولا مرة كانت هيك. بتكون رايقة وفجأة بتصير تصرخ وتهب وتبكي وتحكي عن المجرم. طيب أنتي روحي على أوضتك، أنا بقعد معها شي ساعة وبس بدي أطلع بخبرك. مرسي دكتور. كنت عم فكر إذا بتقبلي عزيمتي. لوين؟ على البحر. عن جد؟ بستمنى. المهم
ترجع تضحكي لوجهك. بس بشرط اذا بدك تروحي على البحر لازم تكوني مرتاحه، يعني لازم تنامي. ايه بنام بنام، انا بنام بنام. ايه ما انا نعسانه. طيب ايه رح نام. يلا نمت. نمت نامي يا حلوه. خلص انا ما بقى حلوه. عرفت شو صار؟ شو صار؟ خطيبي اللي بحبه كتير واللي طول عمره يتغزل فيي سمعني كلام كتير قاسي وفسخ الخطبه وتركني وفل، قال ما بقى يحبني يا انا يا هو بهالبيت. وبالناقص منه. يلا نعمل شو؟ ضايع كتير ما هيك؟ ماشي الحال. احذر شو؟ شو؟ امبارح تعشيت انا واشرف وامه واخته. كل شي كان منيح؟ يعني غير انه بحبه وبحبني ما في شي منيح. انه شو بده يعني؟ لشو هلا جايه لهون؟ كيف يعني لشو جايه لهون؟ انا بعت وراه، بدي اعرف شو بده يصير فيي، هيك بتضلني قاعده وناطره يعني؟ انا صرت خاف منه. حبيبتي ما تخافي، جاي هو امه وبيو. عال بيكون احسن. رشا انت بتقولي انه يعني انه مازن قولك شو بيه مازن؟ بدك تعرفي اذا خبر عمر ما هيك؟ لا بس انه كنت بس بدي اعرف اذا عمر قولك عرف اللي صار معي ولا لا. بكره بيعرف، مع البلد كتير صغير. اكيد ما عرف، لانه لو عرف كنت بتلاقيه هلا هون غمرني وعم بيقول لي حبيبتي بدي اقتله يلي عمل فيك هيك، هيدا عمر وهيك بيعمل. بس مش يمكن هلا اتغير من بعد يلي صار مع مرته؟ مش انت خبرتيني انك قلتي له انه ما بقى رح بتسامحيه؟ حبيبتي انا وعمر بنحكي كثير اشياء وبننسيهم بعد 5 دقائق، لانه حبنا اقوى من كل شيء بهالدنيا. ما تكوني هالقد واثقه. لا انا واثقه ورح ضل واثقه، ما حدا رح يسرق مني عمر، ما رح اسمح لحدا انه يسرق مني عمر. هلا خلصت بهالتكي هلكت اليوم، خاصة انه امبارح مش نايم منيح. وانا كمان اشتغلت كثير انا واشرف اليوم. بس انتي مريحة اشرك ما هيك؟ اكيد اكيد قاعدة واشرف عم بيروح وبيجي. طيب انا هلا شويتين رح اطلع من هون وبجي لعندك. يلا بدك تتعشى هون، كريم جاي واشرف رح يبقى كمان. اوكي بس حبيبتي انا مش رح فيي طول كثير لانه الماما مش منيحة وانا وعدت اخذها على البحر اليوم. طيب انت تعو منحكي. اوكي يلا شي ساعة بكون عندك. اوكي حبيبي باي. شو القصة؟ مغيرة لهجتك مع عمر؟ بلشنا قصة حب.